الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد، فكل عام وكل عشيره وانتم بخير وتوفيق وسعاده. ونبدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال الصالحه فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحديث رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر المسلمين أن يسرعوا وأن يبادروا فيكثروا من الأعمال الصالحة، ثم يبين لهم السبب في ذلك فيقول: سوف يأتي زمان تكثر فيه الفتن حتى تضطرب الأمور وتختلط على المسلم، وكثير من الناس حينئذ لا يعرفون الحق من الباطل، فكأنهم يعيشون في ظلمات فتن كقطع الليل المظلم. ويترتب على هذا أن تكثر الشبهات، وأن يكثر مع هذه الفتن تكثر أنواع الزحام على الإسلام بألوان من الكفر وإغراءات من الشهوة، حتى يرتبك المسلمون ومن ضعفهم، من ضعف إيمانهم، لأنهم لا يعملون صالحا كثيرا، ترى الواحد منهم يجلس بجانبه من يجالسه فيحدثه في فتنة في الشيعية مثلا أو في الانحلال أو الوجودية، فإذا به يسمع له ويقنع بقوله ويتأثر به فيصبح مؤمنا، وإذا به يأتي آخر النهار كافرا شاكا في دينه، شاكا في نبيه، شاكا في قرآنه، أو شاكا في ربه، ويمشي مؤمنا فيحصل هذا فيصبح كافرا. معنى هذا أن المسلمين حينئذ كلهم سريعون في الجري وراء الكفر ووراء الشهوات، وأن الفتن والمبادئ الهجانة للأديان وللأخلاق تسري بين المسلمين في حالة ضعفهم الروحي وضعف إيمانهم وضعف الوازع الرباني عندهم، فالواحد منهم لا يبالي آمن بالله أم كفر، ولا يبالي طعن في الإسلام أم قدسه واحترمه، لا يبالي من أي شيء. هذه اللامبالاة، ما عنده مانع يصبح كافر، مؤمن ويبات كافر، أو يبات مؤمن ويصبح كافر، هذا لا يهم. فمن الذي يعصم من هذا ويحفظ؟ قال: الإنسان الذي يشع نورا من داخله، والذي اطمأن قلبه في معرفة ربه، والذي صار في حياته محبا لمبادئه
عاشقا لها متساليا مضحيا في سبيلها. فهو يصلي يحب الصلاة ويصلي يضحي من أجل الصلاة ويصلي يستعد أن يدفع الآلاف في سبيل أن يبني مسجدا، في سبيل أن يجمع الناس ليصلي، وهو كذلك يعمل الخير بسم الله فينفق في سبيله وهو راضي، لأن الإيمان متغلغل في نفسه، فهو يعمل بحب ويشعر بالرضا وبالسعادة كلما خطى خطوة في سبيل الله تعالى. هذا إنسان مستنير مسح له قلب رباني وحياة إيمانية واندفاع في سبيل الله. اللي خلى ده موجود ايه؟ انه بيكثر من الاعمال الصالحة، فكثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، كثرة الصيام، كثرة الصلاة، كثرة التسبيح والاستغفار، كثرة مجالسة الصالحين، كثرة قراءة كتب الدين، هذا كله من الصالحات. وهو كله يمد الإنسان بنور من عند الله تعالى. إذا أردنا أن نتحاسب الفتن ونبتعد عنها فلنكثر من العمل الصالح. والعمل الصالح أنواع كثيرة، وبدون هذا فنحن نضعف دائما. يعني مثلا واحد بيجي يحضر المحاضرة كل أسبوع بعدين ينتهي في البيت ما بيمسك المصحف، ما بيجلس مجلس ذكر، ما بيمسك كتاب دينه، ما بيحاول مسألة انتهت لغاية كده، أو لا يأتي المحاضرة ولا يحضر إلا خطبة الجمعة. بعد كده هو إنسان كل أجنحته مكتوفة، لا يستطيع أن يصير في الخير بأي جماعة. هذا الإنسان ضائع مضيع، مهما قال هيصبح الدين عنده عادة أو وراثة أو بيئة. أما دين من القلب وحلاوة إيمان وشعور بالسعادة والرضا وفي إيمان القلب مع الله، لا، احنا الكلام ده قلناه، ان التسبيحة ان تقولها ملهاش طعم لا تسمى تسبيحة. لما تقول لا اله الا الله بطرف لسانك بدون ما تنضغها وتسعد بطعمها وحلاوتها ولذتها، وبعدين تدخلها جوفك وتهضمها وتشعر بانها بعثت فيك النشاط والقوة والروح والسعادة، فهي كلمة ميتة خرجت من ميت ولو كانت جميع عروقك تنبض بالحياة. هذه مسألة يجب ندرسها ونعرف ليه الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصينا بالكثرة من الأعمال الصالحة إذا كثرت الأمور وكثرت الفتن. بعد كده ندخل في المحاضرة الثانية. احنا اتكلمنا فيما مضى بما يكفي عن وجوب وفرضية الحكم بما انزل الله، وان العمل بالاسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولا نجاة لأحد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعمل بهذا الدين الذي اختاره الله تعالى وأكمله. يستوي في ذلك الرجل والمرأة، يستوي في ذلك الإنسان في بيته والإنسان في مجتمعه والإنسان في إدارته في وزارته في إمارته في مملكته. لأن كل أعمالنا تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تحكم بالشرع بسم الله. إذا لم نفعل ذلك إن رفضنا ولم يعجبنا أو قلنا دين الله ناقص فهو كفر،
وإلا انتهكنا العمل في الدين وبحكم الله فتلا وتهاونا فنحن ظالمون فاسقون عصاة مرتكبون للكبائر. هذه خطوة عرفناها. لماذا نحكم بما أنزل الله؟ تكلمنا عن هذا، لكن أنا هلخصه بسرعة علشان يثبت في التاريخ للذين يقتلون الأشرطة. إن كان حد بيكتب يستطيع أن يكتب آية ويبقى ما هو محتاج بعد ذلك لمراجعة. الأسباب التي من أجلها يجب الحكم بما أنزل الله لخصاه في 20. السبب الأول، أولا لأن الذي يملك ويدبر أمر الخلق ويتحكم في مصائرهم هو الله، فمن حقه وحده أن يحكم عباده. ثانيا لأننا كمؤمنون مسؤولون أمام الله تعالى يوم القيامة، ونجازى على أعمالنا، والميزان الذي توزن به أعمالنا ونحاسب على أساسه هو حكم الله، فلا مناص ولا مفر. ثالثا إن الله تعالى أتقن كل شيء صنع، فهو وحده الذي يقدر على إيجاد نظام وقانون تسعد به البشرية. رابعا حكم الله تعالى فيه اليسر والتخفيف والرحمة ومراعاة ضعف الإنسان وجميع أحواله. خامسا حكم الله فيه الكمال وفيه الوفاء بجميع حاجات الإنسان ومطالبه وأسباب سعادة. سادسا نؤمن بأن حكم الله ملائم لجميع الطبائع والغرائز البشرية ويعمل على التسامي بها دائما. سابعا نؤمن بأن حكم الله فيه وفاء لحق الإنسان على الإنسان وحق الحياة وحق المخلوقات على الإنسان، وهو الذي ينظم أمر ذلك كله. ثامنا حكم الله يضع الأمور مواضعها، فيحل السيدات ويحرم القبائل وينقط الظلم مهما كان نوعا. تاسعا حكم الله فيه سمو بالإنسانية ورفعة لمكانتها وإعزاز لمعارفها وعواطفها. عاشرا حكم الله تعالى هو وحده الذي يوجد الوثاق بين الإنسان وجميع الرسل وجميع الملائكة وجميع المخلوقات. الحادي عشر أنا عبد الله وكلنا عباده، فلا نرضى أن يحكمنا أحد سواه، لأننا لا نرضى أن نذل لغيره ولا أن نخضع لمخلوق يتحكم فينا. اثناثا كل حكم بغير ما أنزل الله فهو ظلم يعذب الله عليه ويشكي بسببه في الدنيا والآخرة. ثلاثا قانون الله وتشريعه تربية ونظام، أخلاق وسياسة، روح ومادة، دنيا ودين. 14 قانون الله وحده هو الصالح بكلياته وتفريعاته
لحكم جميع البشر في اي زمان وفي اي مكان وعلى اي حال، وذلك من اعجاز كتاب الله. 15 قانون الله مصدره الله ومبلغه الينا جبريل ومبينه وشارحه ومثبته حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مثيل له على الاطلاق. 16 الحكم بغير ما انزل الله يوجب التناقض في الحياه، فيحرم الناس الحلال ويحلون الحرام ويحطمون صروح القبيله ويؤسسون ابراج الظلم والرذيله، وتضطرب الافكار ويضيع الشباب ويصبح الناس في الحياه حيارى بسبب الحكم بغير ما انزل الله. 17 كل من لم يحكم نفسه بقانون الله يحكمه امران، اما شهوه عارمه تجره الى الفساد والحياه الحيوانيه، واما حاكم من البشر يذله ويهينه ويطغى على انسانيته وكرامته. 18 لا تقوم نهضة نظيفة عادلة ترعى الإخاء والمساواة والإنصاف ورعاية حقوق البشر إلا إذا قامت على أساس قانون الله تعالى. 19 التاريخ والتجربة أثبتا أن كل تراجع عن دين الله وقانونه ينزل بالأمة الشقاء والتعاسة ويجعل أعداءها يستذلونها ويستعمرونها ويتحكمون فيها. 20 نحن المسلمين معنى أننا ما آمنا بالله لنخضع لغيره في الحكم، وما سجدنا له في المسجد لنسجد لأحد سواه بعد المسجد، وما آمنا بكتابه إلا لنعمل به، فمن حكمنا على غير ذلك فليعلم أننا ندعو الله أن يريح المسلمين منه وأن يرد المسلمين إلى طبيعة دينهم وإلى ما يحبونه لأنفسهم من العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه خلاصة كثير من الكتب من الكتاب كتبوا فيها، البعض قلل والبعض أكثر، بعض لخصها في 4 مواد والبعض في 10 والبعض اكثر من ذلك، لكن هذه هي الخلاصه. بقي علينا ان نعرف حين انزل القران على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلنا ندرك انه هو الذي كان يحكم المسلمين بنفس القران حيث يقول الله له وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفى يؤسس دولة الإسلام في المدينة بعد الهجرة من مكة، يؤسسها في جميع جوانبها السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأخلاقية، يؤسسها في ذلك كله ملتزما شيئا واحدا أظنكم تعلمون، لم يكن يباح له أن يخطو خطوة واحدة بعيدة عنه،
ولا أن يبعد سلك متر واحد عن هذا الشيء. ما هو؟ هو كتاب الله. هو كتاب الله. فإن فسر يفسر من كتاب الله، وإن بين يبين ما أجمله كتاب الله، وإن قتل وإن اجتهد يجتهد على نور من كتاب الله. فإن قتل خطأ في الاجتهاد ينزل القرآن يقول له لا تفعل هذا، أو كان الأولى ألا تفعل هذا، كما حدث بالنسبة لأسوى بدر وبالنسبة لإذنهم المنافقين في غزوة تبوك وبالنسبة لغير ذلك. وكان الله يرعى حكمه حتى يعيش مع قضية العبد قلبا وقالبا باطنا وظاهرا، وأن يكون العبد إمام الحياة وهدف كل مسلم، ولو كانت القضية مع عدو المسلمين. وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه المنافقون في قضية سرقة، رجل من المنافقين سرق يهوديا، سرق مسلما، سرق مسلما، لأن قضية اليهودي فيها اختلاف، سرق مسلما. فلما سرق عرف أن رائحة سرقته قد ظهرت وأن أمره سيكتشف، فأخذ الدرع التي سرقها ووضعها عند إنسان يهودي، وضع الدرع عند يهودي وعمل طريقة ان بها يثبت ان ليس هو السارق، انما الذي سرق هو اليهودي. اتصل بقومه واتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم واتصل بالرجل الذي سرقت منه الدرع وسرق منه الدقيق، وكاد يحدث المؤامرة، وكادت المؤامرة تلف حبلها حول عنق اليهودي، لكن الرسول كان يتأمل لأن الأمور لم تتضح، فخشي المنافق أن يظهر أمره ويتضح، فجاء بقوم يقولون يا رسول الله فلان ابننا هذا هو وأخوه بسر وبشير، كيف يتهم فلان بأنه سارق؟ إنه رجل صالح ورجل طيب وراجل بيعمل ويسوي، والدرع احنا وجدناه عند اليهودي. يقولون لكن الدقيق من الأول نسي خط منه لما دخل دار هذا المنافق، فكيف وضعت الدرع عند هذا اليهودي؟ يقولون إن تلك خدعة فعلها اليهودي ليوقع صاحبها، وبدأوا يحلفوا وبدأوا يخلي الموضوع محبوس قوي. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يستعد إنه يدافع عن هذا الإنسان، إنسان تظاهره مثل، وإذا بالقرآن يتبارك الله القضية ضد يهودي، الحيطان فيها يهود، واليهود معروف إنهم فعلة المسلمين بالمدينة الأفاعيل، وكانوا سرار عباد الله ولا يهدؤون أبدا عن تدبير المؤامرات. يعني ممكن جدا الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم ويحكم على الراجل ويرد 60 جهة، لكن اللي حصل غير كده، انه
لما تأله وبدأ هم يحيكوا المؤامرة، الرسول عليه الصلاة والسلام بعدها بدأ يفكر في أن يدافع عن هؤلاء، فإذا بالقرآن ينزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخائنين اللي هم هنا من دول المنافقين. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. هؤلاء المنافقون خانوا أنفسهم وخانوا دينهم، والله لا يحب من كان خوانا لنفسه أو لدينه أو لإخوانه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إلى آخر الآيات. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم القضية وانكشفت، نزلت هذه القضية ثمان آيات. ثمان آيات نزلت لإنصاف يهودي وإنصافه من مصر. إذن كان القرآن ينزل ليضع الأمور في نصابها وليؤسس قضايا العدل على حقيقتها. جميع المظلومين على مدى التاريخ الإنساني لم يجدوا إنصافهم إلا في الإسلام. جميع المظلومين والمضطهدين لم يجدوا إنصافهم إلا في الإسلام. المرأة التي كانت في بعض الأحيان تورث كما يورث البيت وكما تورث الجادة وكما يورث المال، كانت زوجة الأب يرثها أبناء الرجل ويتصرفون فيها كما يشاءون بعد ذلك. المرأة كانت تقع تحت حكم الرجل يطلق، وقبل أن تنتهي العدة يردها، ثم يطلق وقبل أن تنتهي العدة يردها، ثم يطلق وقبل أن تنتهي العدة يردها. حتى كان رجل مغتاظا من امرأته فقال لها: لأفعلن بك ذلك، لا أفارقك أبدا ولا أضمك إلي أبدا. باستمرار تعيش معذبة بالتكملة. المرأة التي كانت تمتهن وكانت تعتبر في بعض الأحيان نجاسة ودنسا وكبارا، وفي بعض الأحيان تعتبر عار وفضيحة، حتى إن بعض العرب كانوا يقتلون البنت حية بعد ولادتها، يدفنونها في التراب تخلصا من عارها كما يزعمون. هذه المرأة التي كان الرجال يصومونها العذاب كله كما يشاءون، ولم تجد لا في الرومان لا في القانون الروماني ولا في القانون الفارسي ولا في العرب ولا عند اليهود ولا عند النصارى انصافا لها، بل اجتمع المجمع الكنسي المسيحي في القرن السادس في فرنسا وقرر ان المرأة حيوان نجس وانها شر لا بد منه. حين جاء القرآن رفع كل الظلم عن المرأة وقال للرجال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. للمرأة مثل مال الرجل وللرجل فضل على المرأة، لكن ليس له أن يظلمها على الإطلاق. وعاشروهن بالمعروف، فإن فاتن بمعروف أو تصريح بإحسان، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أما الطلاق فالطلاق مرتان
فإن طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنفح زوجا غيره. أما أن يرث الولد امرأة أبيه فهذا حرام إلى يوم القيامة ولا يحل على الإطلاق. والمرأة حرة كما لها حريتها كما للرجل حريته، ولها كرامتها ولها مالها ولها شرفها ولها عزتها، وتنزل الأوامر من السماء تخاطب الرجال كما تخاطب النساء، وينادي الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، ليبين أن الجنسين أمام الله سواء، وأن لكل حقا يجب أن يستوفيه، وعلى كل واحد من الرجل والمرأة يجب أن يقدمه. فإن منع الرجل حق المرأة فهو ظالم، وإن ذكرت المرأة على الرجل فهي ظالمة، والظالمون لهم عذابهم في الدنيا ويوم القيامة، فالله لا تبقى عليه خافية. ومتى الأمر إلى هذا؟ حتى صار الخليفة يخاطب زوجته ويريد أن يعذبها، فتكون فتقول له لا تستطيع، يقول لنا تقول له لأن بيني وبينك كتاب الله، أنت لا تعدوه وأنا أستمسك به، أنت لا تتجاوز كتاب الله وأنا متمسك بهذا الكتاب، بيني وبينك كتاب الله كتاب الله. وحتى يصل الأمر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف في صف المرأة مدافعا عنها في مواقف عديدة، ويقول للرجال افهم المرأة جيدا، إنها خلقت من ضلع، وإن الإعوجاج بعدها، وإن الميل إلى الانحراف شأنها، وما لم تجد المرأة من يكرمها ويرعاها ويحرص عليها ويحرسها بالحكمة فإنها أسرع من الرجل في الوقوع في الضلل. إذن هي خلقت من ضلع، فاستمتعوا بهن على عوض، فإنك إن أردت أن تقيمها كسرتها. وهذا كل مذكور بوضوح في أسرفة المرأة والأسرة المسلمة. الإسلام إذن انتصر. العبيد كان الفلاحون والعمال يسامون العذاب في دولتي الفرس والروم، وكانوا يربطون بالسلاسل وبالحبال وهم يعملون في الحصون حتى لا يفروا، وكان الذي يشتري قطعة أرض يشتريها ويشتري العبيد معها، فيملك الأرض كما يملك العبيد وكأنهم مثل الحمير وجميع البهائم. فماذا فعل الإسلام؟ حرم جميع أنواع جميع أسباب الرزق، وأبقى سببا واحدا هو القتال، قتال الكافرين لنا، فإن قاتلونا فأخذنا منهم فلنا الحق أن نسترق من أخذناهم بعد أن قاتلونا، لأنه ليس هناك طريقة لحمايتهم وإطعامهم وإعالتهم أحسن من هذه الطريقة.
وبعد ان يصبحوا ملكا لنا نجد القرآن يقول اعتقوهم. في اشياء عديدة، من قتل انسانا خطأ فليعتق رقبة، من افطر في رمضان عمدا فليعتق رقبة، من حلف على يمين وحنف في اليمين فليعتق رقبة، ان طلب منكم العبيد ان يعطوكم مالا وتعتقون وجب ان تعتقوه وتأخذوا المال. ثم يأتي رسول الله عليه السلام فيرجب المسلمين ويقول من اعتق رقبة لله اعتقه الله من النار. مرة واحدة فيبتدي يقبح حكم، وثم من بقي من العبيد يأخذ من الحقوق والامتيازات ما ليس موجودا في اي بلد من اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخوانكم هم العبيد، اخوانكم خوانكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت ايديكم. اقولون اخوانكم يعني من جنسكم ادميون مثلكم جعلهم الله تحت ايديكم. فمن كان اخيه، شوف اللفظ للاستعفاف في اختيار اللفظ الجميل، فمن كان اخيه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فان كلفتموهم فاعينوهم. هذا اي قانون هذا؟ وقل اطعموهم مما تطعمون مما تاكلون. الخدم اي يعني ايه اطعموهم؟ يعني ان كنت غنيا اطعمهم طعام الاغنياء، وان كنت فقيرا اطعمهم طعام الفقراء. مش معناها ياكل من نفس النوع اللي انت بتاكل منه، يمكن الدكتور وصف لك وصفه بتاكل انت نوع معين، يبقى ضروري تجيب تظبط ان الحديث قال كل شربه من غير ملح ومن غير ومن غير، يبقى ناوي تتعمل له مشكله. والبسوهم مما تلبسون، نفس العمليه، بس سيدنا ابو ذر كان واخد الحديث بنفسه، كان اذا اشترى حله اشترى لخادمه حله مثلها، فلما سئل قال الرسول قال كده على الصلاه والسلام، فانا البسه مما البس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. النهارده انا كتبت هذا الموضوع في كتاب السلوك الاجتماعي، وانا ببين الظلم الاجتماعي اللي وقع من المسلمين على المسلمين. قلت الاغنياء واصحاب الشركات والمؤسسات الذين تكثر الايدي العامله عندهم، لان كثره العرض احيانا تنصب تخرج من السلع وتعمل الانسان سلعه ايضا مثل السكر والرز، ولما دام كثر كثر السكر يرخص، فلما لم كثر الانسان يصبح رخيص، فلما يكثر الناس ويسد في الفقر، وسد في الفقر جاءت من كثره الحروب والمصائب اللي بتعيشها الامه. فاذا جاءوا وقالوا عايزين نشتغل عندكم، يقول له انت متجوز؟ عندك كم ولد؟ عندي ثلاث صبيان وثلاث بنات يبقوا ست، وامهم وانا نبقى ثمانيه، وابويا وامي نبقوا عشره. ايه اللي جابكم؟ والله مفيش دي اللي جابتكم. طيب انت مستعد تشتغل ب40 جنيه؟ من ده ما تصحى جابوا سكن ولا احذيه ولا يجيبوا رز ولا يجيبوا ملح ولا يجيبوا خبز، ايش تجيبوا؟ هو انا كده عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حر. الراجل عاوز اقامه حتى. طيب هشتغل قد ايه؟ يقول له من 7 صباحا لواحده بعد الظهر ومن 3 ل 8، يعني دوام كامل، مفيش فرصه حتى تنفس فيها واطلع اشوف لي عمل حر تاني اجمع فيه قرشين لاولادي؟ لا يا راجل، طب بس بحبحها ازاي؟ انا كده تعالى اشتغل. دخل صاحبنا والمكتب اللي هذا هيعرف
ويشتغل يجيب مكسب 1000% على المية. وبعدين يتلاوش هذا الغني ويجي قابل عمك الشيخ فراسه، ما تعرفش حد عايز يبني مسجد ليه؟ قال يلا معايا قرشين زايدين عايز ابني بيهم جامع. الله يكتب بيك جامع، ده انت خارج بيوت كل الاحداث. طب الجامع من عرق مين يا راجل انت؟ لا اسمحوا لي يا جماعه، احنا انا والله لما بشعر ان انسان مظلوم في المجتمع اتخلقت كده. انا كنت بشوف الاولاد الفكره لما بشوف بابسي وانا طفل، يعني يوم العيد طالع وجدت ولد جنبنا جارنا، احنا طالعين لابسين ملابس العيد في القريه، وكان سني حوالي 8 سنوات، والطفل ده طالع بثوب مبسوط لك الممزق. دخلت البيت وقعدت ابكي لما سمعت وتنكد عليا في يوم العيد. فمخلوق كده، طبيعته كده. احزن جدا لما واحد زعلان بسبب الفقر والبؤس والظلم، وكأن ده كله عندي انا. طب يا اخينا بطلع الزفر، طب ما تدوم من الزفر، طب ما تعرف هذا الانسان ما بيشتغل عندك. مثل حديث قال اطعموهم مما تطعمون من خدم من انسك، والبسوهم مما تلبسون. مرتب كبير يتنفذ هذا الانسان، بلاش مرتب كبير، نحكم مين؟ نحكم الوضع العالمي. اسال عن الاسعار هنا قريبه من الاسعار في انجلترا وفرنسا مثلا، يا اخي اسال في انجلترا، اسال في فرنسا، ده الكفره الصليبيين اللي بنقول عليهم اعداء الدين، كلهم طلعوا ارحم منكم، طلعوا عندهم جوع وخلق وانسانيه احسن منا كمسلمين. ايوه ده اللي حصل. فرصة اللي عنده واحد محتاج له، اللي عنده خدامه هي مش ملكك، لكن بتشتغل الدس بالليل وبالنهار والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. والسيد فين؟ الصبح بيغسل ايديه، عايز البنت تغسل ايده. بعدين هو يزقوا عايزين ياكلوا، لابد تجيب لهم الاكل، قدامي مكتوب الاكل وتغسل الباقي، وبعد ما تخلص تغسل الملابس، وبعد ما تخلص بكل تنضف في البيت، وبعد ما تنضف في البيت تاخد الاولاد. وكلمه الاولاد دي يعني تحصل لاعصابها طول النهار. يعني ايه؟ مفيش وقت راحه ابدا. السيد بالصبح بينام، يجب ان هي الدور بينام، يجب تاخد الاولاد وتلعبهم على ما ينام هو والست. ولما يجي بالليل العيسى عاوز قاعده كويسه مع الضيوف، يجب البنت تاخد الاولاد وتلعبهم بعيد عن الضيوف علشان يتخرب مخها وتتحطم اعصابها وتصاب بالانيميا وبالضعف وبالكل نتيجه السيد الظالم الفاجر. يسمي نفسه واخد نفسه رايح الجامع، روح له من ايه؟ الحصان لا ارجع، مش نافع الصلاه. يا عم الشيخ حسن، نعم انا عايز اطلع الزكاه، اطلعها فين؟ اديها للفقر. انت وش اعطاء زكاه الفقر انت؟ ده انت لو كنت الفقر لا تقطعهم وتبيعهم، هتقطعهم وتبيعهم وتصومهم، تاكل ثمن بيعهم. يعني ايه؟ احنا بنقطع نفسنا وبنبيع نفسنا. لما نيجي نبحث عن الاسلام، انا عايز اقول نقول ان احنا كل شيء الا كلمه مسلمين دي بلاش منها. شيلوا جميع اليقظه، ارفعوا جميع السعرات علشان نبحث عن انفسنا من جديد، ابعدوها نشوف احنا فين النهارده. وصلوا نعمه نفس ما يعملها الاخر. فلما نيجي من اللي انت الاسلام، لما انا قلت لكم المصريين بالاسلام، تعال شوف الفقهاء ماذا يقولون. يقول الفقهاء العلماء في كتب الفقه السكرة اللي مش عداته، اللي مليئه بالقانون، ان كل رجال القانون عندما يريدون البحث الاصيل الحكيم يرجعون اليها. كان في واحد قريب يبحث بحث دستوري وعنده بحث قانوني، بيقول لي انا نفسي تقول لي عن كل الكتب السفرة المخبوءه، لاني لم اجد جواهر الحكم الا فيها.
كل اللي يجي للكتب دي يقول لك العامل اذا لم يجد عملا ماذا يفعل؟ يقول لك هو طعامه وكسوته ومسكنه وجميع نفقته على جميع اقربائه الاولى الاول فالاول. فاذا لم يمكن اقرباء قال فعل الدولة. فاذا لم تفعل الدولة قال لو مات انسان يعلم الحاكم موته بسبب جوعه او اجير بسبب ذلك وهو يعلم وجبت المطالبة بعزم الحاكم. كلام جميل لكن اصلاح لا يكتبه الفلاح. اذا وجد الفلاح نفسه لا يستطيع زراعة ارض لان البذور ثمن غالي والثمار ثمن غالي وبيخرج الماء بالآلة ومحتاج الى من يخرج الماء له من البشر او يجيب وبور علشان يطلع المية من الارض لكن لم يجد المال لذلك. الوجب وجب والسنة وجب على الدولة ان تمده بالمال ليتمكن من زراعة ارض. قال فاذا لم يفعل الحاكم فهو ظالم. خد عندك بقى بالسكين لما نبحث في هذا عشان كده بقول لكم ايه اللي بيحصل دلوقتي. انتوا جايين متاخرين جدا جايين بعد ما نزلوا اكوام الاتربة على الاسلام وما بقيش غير شوية وعظ وشوية خطب وشوية نصب ودجل بيعملهم عليك العمم. العمم دي دي والله العظيم هي اللي بتضلكم في الايام والله ما دللكم فيها. هي دي ايه خد امتين بتكلم في ايه؟ في الظهر في حق الابوين في الورع في مش عارف ايه اليوم بتاع الصحه الدوله عايزه تكلم في الصحه تكلمه في الصحه في الكوبري تكلمه في الجبل في الكوليرا تكلمه في الكوليرا عايزين نغير الاسعار بلاش الناس تسد كده وتزعل. يا ناس ما تزعلوش كل شيء بقراء وقرب وكل مقدور كما عنه مقر واتقي الله يا ربنا يرخص الاسعار بس. واللي بياكلوها اللي بيصفوها دي قال لك لا 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 ابعدنا عن الحساب. ليه؟ طب ما تقولش الحق. لا ما قلتش كلمة الحق يبقى ضاع. عشان كده ربنا بيلعن هؤلاء العلماء. سبحان الله. نيجي هنا نجد كما قلت لكم ان حياة الرسول عليه الصلاة والسلام نجدها هذه الحياة حياة الحاكم. فهو حاكم مسالك هذا حق كان بكل واجبات الحكم. فأعد الكتاب وأعد العمال وأعد الرسل ونظم الدولة وأعد الجيش وأعد قادة الجيش وجهز الأسلحة وجعل من المسلمين فتائب وفصائل إلى آخره وأعد الأمراء إلى كل جانب وأمر المسلمين أن يستعدوا باستمرار للمعارك التي تعرض لهم والتي يضطرون لخوضها. فهو قام بكل واجبات الدولة في جميع النواحي. لكن في صورة معينة كان بيعيشها الرسول وهو حاكم لابد نعرفها. ايه هي؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل عامل ليعمل يعني واليا ليتولى او حاكم على بلد كان يوصيه اولا ان يعمل بكتاب الله وان يعمل بسنة رسول الله وان يصلي بالناس وان يعلمهم السنة وان يحرص على نفعه ما استطاع وان يتعرف احوال كل واحد في الرعية الصغير والكبير والرجل والمرأة. لدرجة ان سيدنا عمر بعد كده
لما صار يرسم الحكام الى الولايات يقول يرسم جواب كتابا كتاب التولية فيقول من بلد ايها الناس ايها البلد الكبير انا ارسلت العامل شوف العامل نسميه العامل نسميه الحاكم ولم يسميه الامير انما ارسلت العامل فلانا ليحكم بينكم بكتاب فاول ما يفعله ان يعلمكم دينكم وان يصلي بكم وان يرحم صغيركم ويوقر كبيركم وينصف المظلوم من ذلك. سورة خفيفة بسيطة لم توضع لها لوائح كبيرة لكن القرآن امام هذا الحاكم والقرآن امام الرعية والسنة معروفة عند الحاكم ومعروفة عند الرعية والرعية فهم الاسلام على طول يجي الحاكم يغلط يقول لا انت غلط هذا الكلام ليس في الكتاب ولا في السنة هل تعلم ان واحد خرج مدينة في العراق تسكوه الى سيدنا عمر لماذا قال لانه يسرع في الصلاة لا نريد هذا العامل ليه لانه بيسرع في الصلاة لا يصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عمر يعمل الموضوع قضية ويرسل يأتي بناس ويسأل الشهود وبعدين يظهر له ان المسألة كانت فتنة لكن ترك الموضوع لا لم يترك اللي يسمع منكم محاضرات الخلفاء الراشدين هيجد فيها بالنسبة لموضوعنا ده العجب العجاب وانا اوصيكم كلكم ان تسمعوها موجودة في الاشرفة اذن هذا الوضع الرسول عليه السلام طيب كان بيعمل ايه كان بيحكم لكن يعلم قبل ان يحكم وبعد ان يعلم يربي يربي ايوه احنا امة لنا مبادئ امة ما بيجلسش الواحد منها في مجلس الامة او في مجلس الشعب او في مجلس الثورة مثل ما اكثره وبعدين يقول ايه الحكاية الحكاية النهاردة لا ده الحكاية اصلها ان الشعب او الناس بدأت تفتح وتسأل عن الجمعيات التعاونية اللي سرقت من اللي سرقها قال اللي سرقوها معروفين المحافظ والجماعة الاياه طيب نعمل ايه شوف لك طريقة لان احنا كلنا شركة بكرة يطلع قانون ايه هو القانون اولا جميع السلع الموجودة في الجمعيات التعاونية تصرف عليها الحكومة وتراقبها مراقبة فعالة ثانيا جميع السلع مكتوب عليها اسعارها فلا يشتري احد الا بالسعر المكتوب على السلع ثالثا الدولة تستورد ما يكفي وستعمل في الاشهر القادمة على زيادة الوارد لان ما هو موجود يعتبر قليلا وعلى الشعب ان يصبر حتى دي بعدها تروح تلقي السلع اللي عايزينها تختفي اختفت وذاك السلع محطوط عليها الاسعار اللي محطوط عليها الاسعار موجودة بره ارخص من الجمعية واللي اختفت هي اللي اختفت من بره ايه يعني الشعب بدأ يفتش الموضوع فما دام الشعب هيفتش حاجة يطلع القانون احنا ديننا غير كده احنا ديننا القائد الحاكم والمحكوم بيجلس على بساط المدرسة الاسلامية ويسرد مبادئ الاسلام ويصلها وبعدين يقولون اخترناك يا فلان لتكون حاكما لنا فيقوم الحاكم الكل فاهم المبادئ ويطلع يمشي امامهم
فإذا أقطع قال انتظر. إحنا تعلمنا كذا. إذا انقرض يكون صف. إحنا تعلمنا كذا. من الذي عمل هذا؟ رسولنا عليه السلام. رسولنا جعل بيته مفتوح وجعل عمله واضح وجعل ماله واضحا أمام الناس وجعل حكمه أمام العالم كله وجعل جميع قضايا الحياة حتى قضايا نفسه الشخصية جعل ذلك كله أمام الأمة حتى يأتي من يشاء ليقول له يا رسول الله أنا لي عندك حق يا رسول الله كيف تأكل كيف تشرب كيف تنام كيف تعاشر أهلك كيف تعامل أبنائك فيجب كل ذلك واضحا ليه لأن المبادئ السماوية فيها قوله تعالى فاستكن كما أمرت فكلنا عبيد والعامل فينا عبد مثلنا عبد مثلنا فإن اعتلى أو تكبر أو احتجب فقد عصى الله فإذا في فرق لما نيجي ندرس حياة الرسول عليه السلام الحكم الإسلامي لابد ندرس الأمور على وضعها الطبيعي ونسأل الله أن يهدينا سواء عندنا أول حياة أرض الناس نسأل الله واحد بيقول ايه يا رجل في حياة والده ولو اطفال هل الاطفال يرثوا جدهم يعني وما حكم الشرع لو كان الجواب ماشيا ان الاطفال يرثوا في حالة معينة يعني ودلوقتي انا رايحك حتى لو كان الجد له ابناء اخرون عادة الابناء كانوا بيرثوا وبيحجبوا اولاد الابن اللي مات النهارده موجود في مصر وسوريا والكويت قانون الوصية الواجبة هذا القانون يعطي الأولاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم إذا مات جدهم يعطيهم الميراث نصيب أبيهم كما لو كان أبوهم حي هل يجوز الاتجار بالصرف العملات يعني اللي بعملة مثلا سياسية بعملة مغربية على عملة عمانية الى اخره هل يجوز كنت اتوضع لصلاة المغرب وبعدين سلمت عليا بنت عمي فقالوني بان اذهب مرة اخرى لاتوضع يعني فسحته فقالوني روح اتوضع تاني هم يظهر كانوا فسعية ومسكين بالعملية لكن ليس عليك وضوء لمس المرأة لا يجب منه وضوء على القول الرابع الحديث الضعيف هل نأخذ به فضائل الأعمال شوف يا ابني هو في فرق إذا الحديث الضعيف يأتي الأصل لا يبنى على الحديث الضعيف حكم شرعي أدب لأن مدام ضعيف يبقى لا يصلح سندا ولا يصلح دليلا لكن يعني ولا نبني عليه حكم لكن هو يصلح في حاجات معينة مثلا ده احاديث في فضل لا اله الا الله وجه حديث صحيحة وجاء حديث ضعيف يذكر فضل لا اله الا الله ويزيد من هذا الفضل من الثواب فانت لما بتعمل بالحديث بتعمل اصلا يعني بتذكر لا اله بلا اله الا الله بتعمل اصلا بالحديث الصحيح اما الحديث الضعيف فبيبقى فيه احتمال ولا انسان كلام اللي فيه صحيح قد انت ذكرت الله وان لم يكن صحيحا يبقى انت معتمد على الاحاديث الصحيحة اصلا كذلك يأتي مثلا امر الله تعالى امرنا أن نصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فأنا جيت معمر بالصلاة والسلام عليه في أحاديث بيّنت كيف نصلي وكيف نصلي في أحاديث ضعيفة بيّنت أيضا فلو أخذت أنا بالصيغة من الصيغ الضعيفة وعملت بها هل علي شيء
قالت ما دام اصل الحسن ان الذكر مطلوب ومطلق، لو انت ذكرت باي صيغه يعتبر ذكرك صحيحا، فلو ذكرت بصيغه فيها حديث ضعيف يعتبر ايضا ذكرك صحيحا ولا شيء عليه. لانك لو ذكرت بدون نظر الى الحديث مطلقا واخترعت صيغه من عندك انت ما كان عليك شيء، بس لا تخترعها وتقول ان الصيغه دي ورده لما تقولت لا انا بذكر الله به. ففي مثل هذا المجال نستطيع ان ناخذ بالاحاديث الضعيفه، لكن انا شخصيا اوصي بان نبعد بعدا كاملا عن الاحاديث الضعيفه، لان لا يستطيع المشي في هذا المجال الا العلماء، اما الاخرون ما يعرف يفرق بين هذا وذاك، يمكن يضحك بشعر او يبني على حديث ضعيف ويقول لك هو كده، يبقى هيغلط ويتشرف ولا يدري. فالتفوز يجوز ثلاث زوج بجوز جماعه او يجوز او ما جوز ثمانيه يبقى كتفسير كمان. ما عدد حروف القران الكريم ولا حروف القران الكريم اجيبها لك، انا بحسبها لكن بنساها، فان شاء الله بجيبها لك الاسبوع الجاي. عدد الحروف وعدد موجوده في ايه لابن كثير، عدد الحروف وعدد الكلمات وعدد الايات. بعدين بيقول واحد لما طلب من سلم الاخ ما كنت امريكا يسال فيها عن توثيق افراد الزكاه، هل يوزعها على بعض الفقراء المسلمين هناك او يرسلها الى بلد الكويت مع العلم ان لم يخرج زكاه عن الثنايات الصرف والعمله هناك بالدولار بحسب الثنايات التي لم يخرج عنها. الثنايات التي لم يخرج عنها دايما في ذمته، عليهم يخرجها، يخرجها على الفقراء ان كان هناك فقراء موجودين في امريكا او في اي بلد اجنبي فهم اولى بالزكاه من غيرهم وكانوا فقراء مسلمين. اما اذا لم يكن هناك يرسل لاقاربه الموجودين في اي بلد، ماليش اقارب فقراء يرسلها لاي بلد اسلامي خلاص. بعدين طبعا هو بيخرج الزكاه بالعمله اللي هناك ويحولها طبعا حسب البلد اللي هيرسل اليها، يعني هو بيرسل بالدولارات او يرسل باي عمله، والعمله هنا بتتسكن من البنك زي ما احنا عارفين او بتصرف زي ما احنا